لماذا نتحاشى نقد الدين؟ الجواب لأننا تعودنا على الاعتقاد بأن هناك دينا صحيح ومطلق، وبالتالي فأن كل المشكلة تتعلق بنا نحن الذين انحرفنا عن طريق أو صراط هذا الدين. مبدئيا جميع رجال الدين هم أناس محرفون، ولا تحتاج الناس في الوقت نفسه رجل دين لا يحرف عقيدة، رجل دين منافس له أو رجل دين سبقه زمن. هو يقول طبعا مثل جميع الكهنة عبر التاريخ أنه متمسك بالأصول، وهذه كذبة أو قول كاذب لا بد أن يدلقه رجل الدين، وهذا الكذب بالنسبة لرجال الدين مسألة طبيعية جدا، هم مثل رجال السياسة لا بد أن يدارون عواطف الناس ومعتقداتهم، فهم أناس يديرون شأن الشعوب ويحاولون تخريجها بطريقة أو بأخرى بهدف السيطرة على هذه الشعوب. بالتالي فإن هؤلاء تتحدد قيمتهم بدرجة تحريفهم للدين الذي تعتقد به هذه الجماهير أو أي عقيدة تعتقد بها هذه الجماهير، عقيدة مهيمنة طبعا. من هنا نجد أن من يحرف الدين حقا هو النبي الجديد وليس القديم. سأوضح السبب، أوضح أصوله العقلية والفكرية في القسم الأخير من الفيديو. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. طبعا كما قلت أن هذا الاعتقاد الراسخ لدينا بأن الدين هو كامل وصحيح ولا يقبل النقاش هو عبارة عن هراء، وكما وهذا ليس كلام عام، يعني هذا كلام اتضحت نتائجه من خلال الكم الهائل من مشاكلنا المتراكمة وقصص فشلنا المتوالية وعلى كل الأصعدة. ورغم هذا الفشل المتواصل نحن لم نتعلم منها أي شيء، الدروس مع توالي القرون والأزمان ولا نغير شيئا مما نحن فيه، والسبب هو هذا التحاشي الذي بات كما أعتقد مرضا مزمنا لدى ما لا يقل عن 95% من أفراد شعوبنا. طبعا الكل يعرف بأن الحياة هي نهر صاخب، نهر صاخب ومتغير ولا يعرف التوقف، وهذا قانون الطبيعة. لكن إحنا اللي ما نريد نعرفه كما يبدو هو أن الدين هو جزء من الحياة، بل أنه في الحقيقة هو الجزء الرئيسي من الحياة بالمعنى الذهني والعقلي والثقافي، مع اختلاف المسميات. ربما إحنا نسميه دين، في شعوب أخرى يسميه دارما، الصينيين يسموه عندهم تسميات مختلفة، الدول الحديثة الآن عندهم يسميه الدين العلماني، مسميات مختلفة، لكن عموما الدين هو جزء رئيسي من أي جماعة بشرية أو مؤسسات أي نظام، أي دولة أو مجموعة تحاول أن تشرع نظام وتسير على هديه. طبعا هذا يؤدي بنا إلى أنه كل إحنا نعرف حقيقة راسخة بأن هنالك مشاكل في الدين، وهذا اللي إحنا نحاول إنكاره وما زلنا نحاول إنكاره. والسبب عكس ما نتصور، أن وجود الدين أمر طبيعي، أي أن القيم الدينية التي نعيش ضمنها ونولد هي نتاج تجربة البشرية وتاريخ من التجارب البشرية لا أكثر ولا أقل، وهذا هو الطبيعي. لكن ما هو غير الطبيعي هو الافتراض بأن أفكارنا ومعتقداتنا هي ثابتة ونازلة من السماء ولا يحق لنا أن مساس بها بأي شكل من الأشكال. الكارثة وين؟ أنه لا نكتفي بهذه العقيدة وهذا الاعتقاد، بل نذهب إلى القول بأننا نحن الذين غيرنا وحرفنا وانحرفنا وعدلنا وبدلنا وتعرضنا لظروف منعتنا من تطبيق أفكارنا. هذا بعبارة أخرى هو مجرد سلوك دفاعي وهمي وانهزامي، طبعا زرعت القوى المهيمنة في عقول الناس لكي تواصل هذه القوى نفسها هيمنتها عليهم من جهة، وثانيا تبرئ نفسها مما يجري من جهة أخرى، أنهم يقولون أنتم الخطأ ونحن قدمنا لكم الدين الدين الكامل، وهذا الدين نحن الحريصون عليه والذين نحميه، وهذا المشكلة أنه هنالك ظروف لم تسمح بأن نطبق هذا الدين، وأنتم السبب الرئيسي لهذه المشكلة لأنكم لا تلتزمون بنصائحنا. فهم يتحكمون بأمر الناس وفي الوقت نفسه يلومون الناس. الكرة دائما
تسقط في ملعب الناس بحجة أنهم لا يلتزمون بالتعليمات والمواعظ الرخيصة المجانية التي يقدمها لهم رجال الدين أو رجال عقائد عموما. طبعا هذا الكلام راح ينتشر وراح تقتنع به العامة غصبا عنها لأنه ما أتم على الآخر. ودائما هذا الكلام عندما يطرح في مجتمعات إقصائية تنبذ أي محاولة للتفكير الحر وتنبذ أي شخص يحاول أن يخرج على الجماعة. ولدينا كارت القاموس كامل من الأسماء التي تؤكد بأن كل من يحاول أن يطرح رأيه أو يفكر أو يستخدم عقله هذا الشخص يعتبر منبوذ ومدسوس ولديه وحاقد. وطبعا أكو يعني كما قلت لائحة كاملة تهم الشخصية من هذا النوع. وبالتالي الناس البسطاء يتعودون على القول بأن المشكلة ليست في الدين إنما المشكلة فينا نحن الذين نطلب غفران خطايانا، نحن الذين نحاول أن ندعو إلى أن يهدينا الله، يعني مو أن يساعدنا الله، لا يهدينا الله، الله يهدينا حتى نمشي للطريق صحيح. فبالتالي نحن لا ليس بدنا شيء ونحن مساكين. وأمنا أنه الناس رجال الدين الطيبين الطاهرين الحريصين الفقراء المساكين الزاهدين هؤلاء هم ذخيرتنا وكنزنا الاحتياطي الاستراتيجي لهذه الشعوب المضطهدة والمستعبدة بمعنى العبارة. طبعا جرد أن تعامل مع هذه الحجج الجاهزة نجدها تنهار بشكل بسيط جدا وسريع جدا مجرد أن نطبق عليها مبادئ وأدوات ومبضع التحليل العلمي والنقدي. يعني ممكن نأخذ موضوع شائع حجة جاهزة ونناقشها بأن كل مشاكلنا ترجع إلى تحريفنا للدين وعدم التزامنا به، وهذا اللي راح أناقشه في هذه الحلقة. طبعا لابد أن نعرف أن أي دين يظهر لابد أن يقوم على آثار دين سابق عليه. لا يوجد شيء ينزل من السماء غير المطر والنيازك وبراز الطيور كما يقول الصديق سامي الديب. لكل شيء أصول ينشأ عنها، لا يوجد شيء يأتي من لا شيء، وهذا أمر محسوم ولا يقبل النقاش. بل أن الدين يتحجج به عندما يتم حشر أقواله في الزاوية يقول أنه لكل علة معلول وما إلى ذلك، فهو يتحجج بهذا الأمر لكنه لا يتحجج بالأمر نفسه ولا يطبق هذا المبدأ على نفسه ويقول أن هذا الدين هو نتاج المجتمع والتاريخ. وهذا يعني هو الدين كما نعرف هو انتقائي. حتى هذا الدين يثبت ذاته ويحاول أن يؤسس ذاته ويخرج على الأديان الأخرى المنافسة لابد أن يخرج من بين الأديان القديمة نفسها. هنالك نجد دائما يظهر دائما أشخاص طموحين، هؤلاء لا يستطيعون أن يتطوروا وأن يجدون مدى واسع لطموحهم إلا بالبناء على ما وجدوه في حياتهم، أي أنهم أمامهم خيارين لا ثالث لهما، إما أن يتبع طريق الذي يجعله متميزا داخل الدين الذي ولد ونشأ فيه كما فعل مثلا الإمام الغزالي وكثيرون من أمثاله، أو الرسول محمد وأيضا قبل المسيح عيسى وأيضا أنبياء كثيرين مارتن لوثر مثلا كثير من الأسماء المهمة. رفضوا الدين الذي وجدوا فيه وحاولوا أن يخرجوا ويؤسسوا دينهم الخاص، لكن بدأت بدايات بسيطة سرعان ما تطورت مع الذين أسعفهم الحظ وخدمتهم الظروف. بالتأكيد طبعا لا الذي يؤسس دين جديد لا يمكن له أن يؤسس هذا الدين من الفراغ، لابد من أن يستند على الدين الذي خرج منه أو الذي وجد في محيطه أو تاريخه القريب. لكن هؤلاء الذين يخرجون من هذا الدين دائما يحاولون أن يعملوا من داخل المنظومة الموروثة أو القديمة، وعندما يكتشفون ثغرات كبيرة داخل هذه المنظومة أو أشياء لا يقتنعون بها يحاولون أن يؤسسون من خلالها شيئا فشيئا دينهم الجديد. طبعا هو هذا الدين ما راح يكتمل كما قلت، ليست العملية سهلة وما راح يكتمل إلا بوجود أتباع مؤمنين وعلى مدى زمني طويل، لأنه عندما نتحدث عن دين إسلامي أو دين مسيحي لم يظهر يعني من بلحظة واحدة. الدين الإسلامي لم تظهر كلمة إسلام ولا قرآن
إلا بعد تقريبا 70-80 عاما من الدعوة المحمدية. وبعد ذلك بدأت ظهر الفقه عندما عند أبو حنيفة وكفروه بسبب أنه ابتكر شيء جديد، وهذا مسألة مشهورة أنه اعتبروا الفقه شيء هذا بدعة يجب القضاء عليها، ولكن مع ذلك اتضح بأنها مفيدة لرجال الدين، وبالعكس باتوا يقول أن من لا يتبع الفقه هو الذي لا يفقه بالدين شيئا. طبعا هذا الخروج على الدين القديم راح يولد صراع حاد بين الدين الجديد أو الفكرة الجديدة والدين القديم، وهذا الصراع هو صراع جدلي بتعبير هيجل راح يصير، ولابد أن ينتهي بانتصار الدين الجديد، لابد أن نتساءل كيف ينتصر الدين الجديد. الدين الجديد ينتصر بالطعن بكل ما بقدر المستطاع بالدين القديم أو أي دين راهن معاصر له، وأبرز سلاح في هذا المجال هو السلاح نفسه اللي استخدمه الدين السابق عليه، لأن الدين السابق عليه المهيمن هو نفسه اتهم الأديان أو الثقافات الموجودة في زمنه بالتحريف أو تؤمن بوجود نظام إصلاحي نافع وجيد مفيد للبشرية. اليهود خرجوا وقالوا احنا ديننا هو الوحيد وإلهنا هو الإله الأفضل، بقيت الأديان وثنيين، وهؤلاء كانوا يرون ينظرون إليهم بعين الإزدراء، والتوحيد اليهودي لم يكن مكتملا، تحول من التفريد أنه احنا عندنا الإله مالتنا أفضل الآلهة، وبعد ذلك بدأت شيئا فشيئا قالوا أنه الإله للعالم أجمعين، وأيضا ها فيها بها الشكين. على كل حال فالدين الجديد هو بالضرورة يتهم الدين القديم بالتحريف، وبالحقيقة أنه هو الذي يحرف وليس الدين القديم، والحقيقة التي صارخة بأن الدين الجديد لا يستطيع أن يقول أو النبي الجديد لا يستطيع أن يرفض كليا الدين القديم، بدليل أنه عندما نجد دعوة المحمدية في مكة حسب الرواية الإسلامية دعوة للتوحيد المطلق، لكن مع هذا في لحظة معينة عندما شاهد مسألة وثنية الصرف وهي الحج إلى بيت الله في الكعبة ضمها إلى الدين الجديد واعتبر أنها جزء من هذا الدين الجديد، وسبب أن لم يكن من التصرف العملي أن يترك الناس هؤلاء يعني ما تخذت ما لا تفعل لهم يعني ما لا تستطيع، فبالتالي أصبح الدين الجديد هو دين النخبة، وأصبح دين الذي يطمح للسيطرة والهيمنة على الناس، وبعد ذلك يبدأ شيئا فشيئا بتحريف أفكارهم التي تعودوا عليها في الزمن السابق، وبالدليل أيضا أنه بالنتيجة ظهر لنا دين جديد كامل محرف بشكل كبير عن الأديان القديمة، ودين يتأقلم مع واقعه بسرعة كبيرة. هذا يؤكد بأن الدين هو ابن زمانه، ولا يستطيع أن يكون ابن زمانه إلا بالتحجج بأنه ابن زمان مضى زمان في الذهن الأسطوري أو في ذاكرة الشعوب، كما فعل الإسلام أنه قال أنه إحنا رجعنا الإسلام القديم، وقتنا اللي ما حد يعرف شنو الموضوع يعني ما موجود حتى بالتوراة، ما تعرف شنو يعني ما تعرف شنو تفاصيل إبراهيم النبي إبراهيم وغيره والدين الحنيف، فكلام عام ما تعرف شنو الموضوع، كلمة حنيف عندما تجي تأملها تلقاها معناها الوثني بالسريانية، فما تعرف يعني طلع الحنيف لا هو الموحد، فانقلبت الكلمات والمصطلحات، لكن هي بالنتيجة طلع دين جديد قال عني الدين الأصل القديم، لكنه بالحقيقة هو دين غير واقع الحياة في زمن. والآن تعالوا نطبق هذا الكلام على لحظات ظهور الإسلام وكيف بدأت فكرة التحريف. ظهر الإسلام عندما ظهر رجل اسمه محمد كما تقول الروايات، قال أنه نبي ورسول من عند الله، وكلمة رسول أضيفت يعني بعد لاحقا بعد فترة من الزمن وربما في المدينة، قال أنه نبي ومن الله، وأنه تحدث مع ملك أمين وحسب سورة النجم، وقال بأنه أتى برسالة جديدة، وهذا الرسالة جاءت من إله قديم القديم نفسه، لأن الإله هذا القديم هو أرسل كتب، ولكن الآخرين الذين قدموا لهم هذه الكتب حرفوا الكتاب والكلم عن موضعه، وهنالك آيات تذكر وتقول بأنه أفتؤمنون ببعض الكتاب مثلا وتكفرون ببعض، وهذا القول أمثاله كان الشعار الذي يبرر للرسول محمد دعوته الجديدة، يعني وسط أقوام لا تعرف شيئا عن كتب الأولين ولا، وكل ما لديه هي ديانات شعبية غير كتابية تعتمد على الطقوس والتضحيات والتلبيات. المهم نجحت الدعوة
ظهر بعدها فقهاء وعلماء أسسوا للدين الجديد وابتكروا له فقها وشريعة خاصة، بل وحتى لغة جديدة هي اللغة العربية. كل هذا قام على ماذا؟ على تراث السابقين. الملاحظ مثل أي دين جديد طبعا أو حاكم جديد لابد أن يشوه صورة كل شيء سبقه أو كل شيء يحدث حوله أو وجد حوله. الدين هذا ما فعله بالضبط، أي دين أو حاكم مجبر يفعل هذا الشيء لأنه لابد أن يعطي مبرر لوجوده، لأن أنت لماذا أنت موجود؟ موجود الدين القديم، فما الداعي لوجودك؟ فبالتالي لك لا، هذا القديم هو مزهن، هذا بتحريف، هذا مشوه، الحقيقي هو عندي، تعالوا يمي أنا راح أدليكم على الحقيقة. فهذا أشبه بتاجر يحاول أن يقدم بضاعته للناس ويعتقد هو بأن بضاعته هي أفضل بضاعة، وهذا من حق أي واحد أن يفعله طبعا إذا كان هو تاجر حقيقي ولديه ما ينفع الناس. المهم نجحت الدعوة دين وانضم الناس، ملايين الناس انضمت لهذا الدين. الآن نأتي إلى من يدعي بوجود تجار دين وحكام ظالمين يدعون التدين وأن كل المعضلة في رجال الدين مزيفين وقوى الاستعمار والمرتشين إلى آخره. هؤلاء الذين يتحدثون بهذه اللغة ويبرؤون الدين من كل شيء وزرعت في رأسهم فكرة أن هذا الدين كامل لا يمكن التفكير في أي قضية من قضاياه. نسأل هذا الشخص نفسه اللي يتحدث بهذه اللغة، نقول له يا أخي أنت تقول أن هذا الدين جاء لكي يقاوم ما حرفه الأولون، فماذا عدا عما بدأ؟ ما الذي فعلته أنت؟ أنت مررت بالأزمة نفسها، أنت الآن تدعي بأن هذا الدين جراء الذي أتيت به على أنقاض الديانة القديمة بحجة أنك ستعدل وستعيد الدين إلى أصله الصحيح. أنت نفسك الآن تشتكي وتتحجج بأن دينك تم تحريفه. لماذا يتم تحريفه؟ كان يفترض أن تقدم دينا لا يقبل التحريف ولا يستطيع أحد أن يمسه بأي شكل من الأشكال، وهذا هو الذي وعدتنا به. فبالتالي هنالك حالتان، الحالة الأولى أن هذا الدين موجود منحرف أصلا، معناه لازم نرجع نجيب الدين الصحيح. زين هذا الدين صحيح وين نلقى؟ هي صار 3000 سنة وين نرجع نلقى؟ وحتى إذا رجعنا حتى لو قبل 1000 سنة اللغة والمعاني والكلمات والأفكار والشخص وكل شيء اختلف، وحتى الحادثة البسيطة التي يفهمها الإنسان في ذلك الوقت أو الرواية التي تأتتنا لحديث نبوي مثلا فمعناها مختلف، وحتى إذا كان لها معنى واضح فلا ينفعنا في هذا الوقت، في هذا الزمان، الزمان مختلف تماما وكليا بلا درجة مليون بالمليون، وليس 10% ولا 50% ولا 100%، مليون بالمليون، عالم مختلف تماما. فالأعمار البشر نفسها تغيرت، تبرول يوصل 40 سنة هذا الشيخ كبير، الآن الناس بدأت توصل 70 و80 و100 سنة. ثم لو جئنا معك وقلنا أن هناك تحريف من قبل رجال الدين وأناس يتلاعبون بالدين وتاجرون به، معنى هذا يعني بأن هذا الدين ما استطاع يحافظ على وحدة نفسه، يعني هذا الدين فاشل بدليل أنه انشطر إلى فرق وأحزاب لا حصر لها، مو بعد 1000 سنة، لا، ليلة وفاة صاحب هذا الدين نفسه، وما زال هذا الانشطار مستمر. وإلا إذا كنت أنت تقول أن هذا الدين منحرف، أوكي تعال حاول أن تعالج لنا هاي المشكلة. لم نشاهد أو لم نسمع بوجود أي مؤسسة دينية تدعي أنها تمثل الدين الصحيح أو باسم أنها تقول مثلا أن هذه المؤسسة هي متخصصة بصيانة الدين الصحيح، مجلس صيانة الدين الصحيح مثلا. كل الأطباء بالعالم كله لديهم جهات رسمية عالمية، جمعيات تناقش كل قضايا الطب، ودائما تجد الطب يتقدم بخطوات واثقة ومرتبة ودقيقة وتحظى باتفاق الجميع، والقضايا المعلقة تبقى معروفة. لكن لن تجد الآن طبيب مثلا في أي دولة بالعالم يعطي أنتبايتك لأي مريض يأتيه لمجرد مريض عنده إنفلونزا مثلا، هذا اتفاق عالمي يفترض الدين نفس الشيء. لماذا الدين لم ينجح بأن يؤسس تجمعات توحد أفكاره؟ ما ليش ما يطلع عندنا هيش دين؟ لأنه مجرد أكاذيب، يعني الناس يحاولون أن يتهربون من مناقشة مشكلة الدين الذي يخشى الجميع الدخول في حلبته. بناء عليه ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة هذا الإنكار وهذا التحاشي تورطنا أكثر. أي مثلا قال جاء رسول محدد عن إله يدعى الله وللناس جميعا، لم يترك هذا الرسول أي رسالة قابلة للتطبيق على جماعة واحدة، بل أن هذه الرسالة اللي تحدث عن هذا الرسول التي تدعي بأنها الرسالة الأصلية الأخيرة وأنها في كتاب محفوظ
لا احد يعرف اين هذا الكتاب طبعا بالمناسبه. هذه الرساله تعرضت لقراءات وتفاسير لا حصر لها، وكل منها يقول انا التفسير الصحيح طبعا. وهنا اصبحنا بدلا من ان نستعيد النص القديم الكامل رحنا ننشغل بحكايه عدم تحريف الرساله الجديده التي تدعي انها قديمه، يعني سوينا بالنتيجه. بناء على ما سبق، ماذا نستخلص من كل هذا الكلام؟ نجد أن الدين الموجود حالياً وكل كل كل منطقة وحسب كل منطقة هو الدين الصحيح الوحيد المتوفر لدى جميع، وبالمعنى الواقعي هذا هو الدين الذي أفرزته لنا أحداث التاريخ. وأن الدعاء النتيجة الأخرى أن الدعاء وجود تحريف ودين تحريف عن دين صحيح في مكان ما هو مجرد إسفاف وتسويف ومماطلة، والغاية منها عدم المساس بمصالح الحكام والمتنفذين والدائر الذين يدورون حولهم. أما من يتحجج بقول كهذا بأن هنالك تحريف وأن هنالك عدم تطبيق للدين فهذا إنسان مسكين أو جبان أو جاهل أو مستفيد. طبعا لازم الآن أشير إلى قضية أساسية جدا أنا تركتها قصدا للنهاية، وهي أن فكرة وجود دين صحيح أو دين تم تحريفه هي فكرة وهمية. هذه الفكرة زرعت في أذهان الناس عنوة منذ أيام أفلاطون، فهذا الرجل أو الفيلسوف الكبير هو الذي نشر فكرة وجود شيء مثالي لكل شيء أو مفهوم في الطبيعة. هناك مثلا هناك فعل خير، هذا معناه هناك مثال مطلق للخير وثابت. الخير طبعا فكرة الخير هذه عندما انتشر في المنطقة أصبحت هي فكرة الله نفسه. أي معنى ماذا كان يريد أن يقول أفلاطون؟ أن الحقيقة ليست فيما هو خير إنما هي في الخير نفسه، والأمر نفسه يقال حول مفهوم العدل. فعندما يقال هذا أمر عادل فهذا لا يعني أنه عادل لأنه عادل من الأعمال، إنما هو في مثال العدالة. بس الفكرة تنتشر في عدد كبير من المثل التي اعتقدها أفلاطون، منها مثل الجمال وغيرها والخير والشر وما إلى ذلك. أما فعل التعقل وتعقلون هذا اللي تتردد كثيرا في القرآن الكريم، فهو القرآن كان ينظر إلى العقل باعتبارها الوسيلة غير المتغيرة التي تتصل بالحقائق الثابتة عندما نفكر. وهو أي العقل أقصد ينتج لدينا بفعل ثنائية وضعها أفلاطون وهيمنة على الغرب والشرق الأوسط كله، هي ثنائية الروح والجسد، وفيها ينتمي الجسد للعالم المادي الحسي ويشاركه بالتغير وطبيعته المتقلبة الشهوانية الزاهر. أما العقل كما قلنا هذا ينتمي دائما للحقائق الثابتة، يعني الحقائق التي لا علاقة لها بالحس والجسد. طبعا هذه الصورة هي اللي انتشرت في لاوعي الإنسان العربي المسلم والشرقي عموما، سواء الشرقي كان مسلم أو غير مسلم. هذه الصورة ترسخت في عقولنا على حد أنه أصبح التميز يكمن في تكريس المؤمن لنفسه لتأمل هذه الحقائق الخالدة. يجب أن يرضي رغبات الحقيقة الكلية والتي يمثلها الله. الجسد هنا أصبح مكان للشر والتغير وكل ما هو طارئ وعابر ولا قيمة له. أما الفوز العظيم فهو أن يعبد الإنسان ربه، أو مثال الخير السامي بتعبير أفلاطون، لأنه في هذا المكان لا مكان للشر ولا وجود لفناء، إنما دائما هنالك حياة خالدة وكل ما في هذه الحياة شيء رائع وساحر وعظيم. والآن فكرة أفلاطون هذه انتشرت كما قلت في مجتمعاتنا منذ القرن الخامس قبل الميلاد وحتى يومنا هذا. الفكرة تتضح من خلال أي محاولة لدي الإنسان العربي الشرقي لاستخدام العقل والتفكير ولو بشكل سطحي في أي قضية من القضايا. هذه الآلية في التفكير هي التي جعلت الجميع تقريبا وبفعل ضغط أو استثمار رجال اللاهوت المسيحي في القرون الميلادية الأولى لهذه لفكرة وفلسفة أفلاطون، أصبحوا الجميع بعد ذلك يوقنون أو يؤمنون تماما بأن النفس الإنسانية هي نفس خالدة، وأن كل ما في الأمر هو أن هناك نوعين لا ثالث لهما،
أن هذا النفس لا تموت وباقية إلى الأبد، لكن بالنهاية يقول أن المسألة لا يوجد بعد الآن شيء اسمه نفس وجسد، وأن هذا الجسد ستفنى أو ستتم استعادتها، ولكن النفس ستبقى خالدة في كل الأحوال. الفكرة الأساسية فكرة أنه لا يوجد تحريف، أيضا التحريف بالعكس هو المطلوب، هو الذي يجب أن نطالب به، تحريف عن الأشياء القديمة. إحنا الإنسان هو يتطور ويتقدم إلى الصورة الأفضل، يجب أن ننحرف عما هو سيء في تاريخنا وفي حاضرنا. التحريف والانحراف هو مسألة مهمة جدا، بالعكس مسألة يجب أن نفتخر بها ونطالب بها. الانحراف عن الخطأ هو فضيلة وليس العكس. شكرا جزيلا، وأتمنى أكون ما طولت عليكم في هذه الدردشة يعني اللي تنوعت بها المواضيع. مع السلامة.